السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: استمرار المظاهرات الغاضبة في محافظة البصرة ضد الفساد الحكومي وسط اعتداءات من القوات الحكومية على المتظاهرين. في العنوان الثاني: مياه الإسالة الواصلة إلى بغداد ذات لون ورائحة، ومسؤول يبرر هذا التلوث بطريقة غريبة. في العنوان الثالث: التجنيد الفكري للأطفال قد يكون أخطر وأقوى من تجنيد السلاح، هذا ما تشهده بعض المدارس في العراق. ولدينا أيضا ضمن العناوين: حاويات نفايات بمئات الآلاف من الدنانير العراقية، وطرقات أغرقتها النفايات في العراق. أهلا بكم. إذن متظاهرون يغلقون بوابة مجلس محافظة البصرة بالتزامن مع الجلسة الاستثنائية لاختيار محافظ جديد ورئيس مجلس المحافظة. دعونا نشاهد. نبقى في هذا الإطار ونتابع الآن مشاهدينا الكرام كلمات تخرج من أحد المتظاهرين، طبعا تصدح بالويل لكل من يحاول ابتلاء محافظة البصرة ومصادرة حقوقها، فنشاهد. عليكم عمي أبو علي، قواك الله. عمي أبو علي، اليوم اجتمعوا بعض أعضاء مجلس محافظة لانتخاب علي شداد الفارس، شنو رأيك بالانتخابات اليوم خاصة يوم الجمعة يعني بين قوسين؟ المشكلة يوم العطلة والمهزلة انه من يفرض نفسه وصي على البصرة وكأنما البصرة قاصرة، فيجي جناب الوصي يفرض عليها محافظ. عمي شفنا وراكم، احنا شفنا شنو اللي شفناه؟ شنو؟ فساد، امراض، فقر، عوز، شنو اللي شفناه غير شرع القلب من وراكم؟ زين المحافظ من خداه شوياته وجرد عبر الجسر الفلته جايين تبدلون بديله من نفس الفصيله. عمي ما ترهم، البصره لن تركع، البصره ما تنحني، البصره مو قاصره وتوصيها عليها. عيب عيب تعتبرون البصره حصه، هاي مدينه تاريخيه. سجلوا، البصره ما تقبل تكون حصه، البصره ولا تقبل تكون جاريه، والبصره لا تقبل تكون سبيه، البصره حره ابيه، فهموها، البصره حره ابيه وتبقى حره ابيه، ولن تركع لكم ولفسادكم ولسلطانكم، خلاص البصره ربعت قامتها فلن تنحني. ونتابع أيضا مشاهدينا الكرام إطلاق الرصاص من الأسلحة الثقيلة على المتظاهرين، الأسلحة المتوسطة عفوا، على المتظاهرين العزل وقنابل مسيلة للدموع على محتجين أمام مجلس محافظة البصرة الجديد. طبعا أصيب العشرات من المتظاهرين بحالات الاختناق، فنشاهد. يضربون علينا بالأحاديات من 12 ونص، متظاهرين يضربونهم بالأحاديات. حي الله، حي الله أمام الوطن. شارع الجبيلة هاي اللي ما تشوفون. نبقى
نبقى في هذا الإطار، حيث تعرض متظاهر بصري لحالة اختناق بعد أن استنشق الغازات المسيلة للدموع جراء طبعا إطلاق القنابل من قبل القوات الحكومية. ونتابع رد المتظاهرين على القوات الحكومية بعد أن أطلقت الرصاص عليهم والقنابل المسيلة للدموع، ردوا بطريقتهم. شوفوا قمع الانجاز، هذا سيد رجل حيردون، لا حد يخاف، هيومون يكسرون، يلا شوف هذا سيد رجال كبير اتقم على الغازات، والله ارحل عليكم لو دلوا كان طلعتوا هاي الاحزاب ايش تسوي بينا بالعراقيين، هاي مكافحة الشعب، والله كون نقضى على هاي الاحزاب والنوبة بالسلاح انا وياهم، الله شاهد بالسلاح وياهم النوبة، هاي شكل يسوون بينا جايين على حقنا تاليتها، هاي شكل يسوون بينا يطقون نفسه للدموع، ليش على موت الهدية هذول السفلة المحافظ وقومة يطقون نفسه للدموع، ليش شنو معناته؟ من الظهر لحد الآن مظاهرات سلمية واقفين بالباب ومطالبة شرعية حقوق واستحقاق بصرة، ماكو داعي لتضرب الناس الفقرة وهاي الشباب كلها طاحت بالشارع وتخنقها بغاز، عيب هذا خد توصل لهم، هاي كل جمل هاي ترى محسوبة عليكم وراح تصير ثورة ضدكم وتخسرون، اي نعم النوب احنا وياهم بالسلاح هاي الاحزاب، خلي تحذروننا باي وقت تجي. المتظاهرون قاموا بقطع الطرق بالإطارات المشتعلة قرب تقاطع التربية وسط محافظة البصرة بعد أن حاولت القوات الحكومية أن تقمعهم بقوة السلاح. ونبقى في محافظة البصرة ونتابع إطلاق النار من عناصر القوات الحكومية أو من عناصر حماية أعضاء مجلس محافظة البصرة بعد أن قاموا بالهرب من داخل بناية المجلس المحاصر من قبل المتظاهرين. مجلس محافظة الجبل أبطال، هذا جاكوا، ها جو وفي آخر المقاطع في هذا الموضوع أحمد الصافي صمت الحوزة كافي، هذا جانب من هتافات مظاهرات البصرة يوم أمس بعد أن اعتدت القوات الحكومية على المتظاهرين. أحمد الصافي صمت الحوزة كافي، أحمد الصافي صمت الحوزة كافي، أحمد الصافي صمت الحوزة كافي، باقي للدوم قاصد على القضية،
ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر، طبعا هو من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى خروج مظاهرات في العراق الآن، المياه الملوثة أو المياه ذات لون ورائحة التي تصل إلى منازل المدنيين. تشكو معظم مناطق مدينة بغداد تحديدا جانب الرصافة من المياه، مياه الإسالة الواصلة لهم بدون تصفية، غير صالحة للشرب والاستخدام، حيث انتقلت الأزمة من محافظة البصرة إلى العاصمة بغداد. وهنا سنشاهد مع حضراتكم الماء الواصل إلى محافظة بغداد وتحديدا جانب الرصافة. عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي الحنفية، هاي الإسالة، شوفوا هاي المباشر، هاي البلديات، بغداد الرصافة، محطة مال العبور، محطة العبور هذه، شوفوا بهالشكل، هاي الإسالة، هاي بغداد مو البصرة، بغداد، شوفوا هاي. ونتابع حال الماء في منطقة الرصافة، ونحن طبعا أيضا مقبلون على عام 2019 وسط هذا التطور وهذه الحداثة التي تحدث حولنا في العالم، ولكن في العراق ما زال الوضع من سيء إلى أسوأ، فلنشاهد. ليرنده عام بغداد 2013، شوف التطور، ميرنده والله ميرنده مو مي، بالعافيه علينا. نبقى مع مشكلة المياه ونتابع ايضا ماء الإسالة في مدينة الصدر، ماء طبعا غير صالح للاستهلاك البشري. هذا من المدينة، هذا كان البصرة يستقبل المدينة، من مدينة الصدر ننتقل إلى مدينة منطقة الشعب بالعاصمة بغداد، ونتابع أيضا ماء الإسالة الواصل لها. هذا بالشعب بالزراعية، شوفوا البطلة الثانية، حتى هذه اللحظة الجميع شاهد نوعية المياه الواصلة إلى المدنيين، إن كانت في محافظة البصرة، إن كانت في بغداد أو في أي محافظة أخرى قد عرضنا مقاطعها سابقا، ولكن نأتي إلى تبرير الجهات الحكومية. مدير الإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة، وفي لقاء تلفزيوني في إحدى القنوات الفضائية، قدموا له أنموذجا من الماء الموزع بجانب الرصافة في بغداد، فكان الرد، وهو طبعا اعتبره الكثير استخفاف بعقول الناس، قال لو كان لونه هكذا هذا لا يعني أنه ملوث. دعونا نشاهد. هديتنا مشروطة، أي ماكو مشكلة أنه تجربها، هذا المي من الرصافة حليبي. أوقف بس لحظة قبل ما تشربها، حليبي حليبي، هذا شنو هذا؟ ليش حليبي لونه؟ حبيبي ليش هذا حليبي لونه؟ بس لحظة حبيبي، هسه أنا إذا تتمرض شلون أبتدي؟ لا اسمعني حبيبي، هذا السيد حكيم هذا اللون حليبي، أنت مو جاي تضرني، أكيد ما ضرك، بس أنا أسأل ليش تغيير باللون. حبيبي كمية الأطيان الموجودة الانتيو يسمونها وحدة القياس زي. المفروض الموجودة بالمي مفروض 40، وصلت 1600، وصلت 2000، لأن الموارد المائية ضخت من الأحواض حتى تستعد للأمطار القادمة، فضخت بالأنهار طين، نسبة الأطيان عالية زي. إحنا قاعد هذه الأطيان قاعد نرسبها وقاعد نصفيها، ولكن أحيانا نضطر نغلق بسبب كثرة الأطيان. يعني المسؤول فند فكرة الماء ليس له لون أو طعم أو رائحة،
وتقبل هذه الفكرة وأيضا يعتبره أمرا طبيعيا. عموما دعونا ننتقل إلى موضوع آخر ونترككم أنتم لتفكروا كيف يفكر المسؤول في العراق الآن بعد أن شاهدنا هذا المقطع. ما سنشاهده في هذا الفيديو مشاهدينا الكرام هو شيء خطير للغاية، هي عملية تجنيد فكري للأطفال وزجهم في الصراعات الحزبية. طبعا إذا مر هذا الانتهاك الذي ستشاهدون الآن والذي قام به هذا الشخص الذي يدعي أنه معلم دون عقاب، سنصبح بعد سنة أو سنتين نرسل طلابنا لمقرات الأحزاب بدلا من المدارس. طبعا هذا كان لسان حال من شاهد هذا المقطع من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مدرس يردد شعارات ودعاء الإصلاح والتلاميذ يرددون خلفه قرارنا عراقي. دعونا نشاهد. اليوم وقفة تضامنية مع دعوة راعي الإصلاح سماحة السيد القائد المجاهد مقتدى الصدر، لنقف مع الإصلاح فنقول اللهم نرغب إليك بدولة كريمة تعز بها الإصلاح وأهله وتذل بها الفساد وأهله. شاهدتم، نتابع واحدا آخر، طلبت إحدى المدارس يهتفون قرارنا عراقي، وهو طبعا إحدى شعارات جهة سياسية لديها ميليشيا، نفس الموضوع الذي طرحناه قبل قليل. فنشاهد. مشاهدينا الكرام، هذه الجهة السياسية التي يدعو البعض أو يروج لها هي جهة لديها ميليشيات، هي من أسست فكرة الميليشيات وأدخلت هذا المفهوم إلى العراق. هذه الجهة السياسية التي يهتف باسمها البعض، هذه الجهة كانت طرفاً في الصراع الطائفي الذي اشتعل في العراق في عوام 2005-2006-2007، وكانت هي لديها اليد الطولة في عملية الذبح والإعدام الجماعة التي نفذت بحق كثير من العراقيين. الجهات التي الآن أو الجهة السياسية هذه التي تدعو للإصلاح لم نرى منها خطوة حقيقية من أجل تنفيذ إصلاح حقيقي في الشارع العراقي. هذه الجهة السياسية وضعت يدها بيد السلطة منذ أول حكومة شكلت وحتى هذه اللحظة، وما زالت تضع يدها بيد الميليشيات وفرق الموت وكل الفاسدين والسراق الموجودين في السلطة. هذه الجهة هي جزء من الخراب والفساد الذي عم على العراقيين، وتابعنا البروباغندا التي قام بها القائم على هذه الجهة السياسية والمظاهرات المزيفة التي افتعلت والتهديدات المزيفة والوعود المزيفة التي خرجت من هذه الجهة السياسية. فاحذروا يا آباء يا ذوي هؤلاء الأطفال، احذروا من أن يزج طفلكم بهذه الأفكار المخربة، قدر الإمكان حاولوا أن تحافظوا عليهم وعلى أفكارهم. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. قرارنا عراقي، هذه الكلمة أو هذا المصطلح الذي أطلقه أحد زعماء الميليشيات، أحد زعماء فرق الموت الموجودة في العراق، من الأسباب التي سببت الخراب والدمار الموجود الآن في العراق. وقد عرضنا قبل قليل موضوع المدارس وهذا التحكم الفكري بعقول الأطفال، طبعا هو مصدره كذلك. دعونا نشاهد التغريدات التي جاءت على هذا الوسم. أحمد يقول لا والله قراركم بيد مقتدى الصدر، ومقتدى لو يا إيران قلتوا سمعا وطاعة، لو يا إيران كان قلتوا سمعا وطاعة. في تغريدة أخرى علي زريجاوي يقول المسألة أصبحت كسر إرادات وفرض الأشخاص المتحزبين ليتسلموا الوزارات بما فيها. أيضا ضمن التغريدات هادي يقول مع الأسف أصبح القرار ليس عراقي، القرار إيراني أمريكي. وفي آخر التغريدات لدينا بهذا الخصوص شمس تقول لا والله قراركم مقتدائي. طبعا لديكم أيضا القدرة على التعليق والتغريد على هذه الأوسمة التي تنتشر بين حين وآخر على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي فيما يخص الشأن العراقي. نراكم بعد قليل.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كان هناك مثل الحفل أو الاجتماع لقائمة الفتح، طبعا قائمة الفتح تزعمها هادي العامري زعيم ميليشيا بدر والمرتبط إيرانيا ارتباطا وثيقا، وطبعا كانت لديه اليد الطولة بما يحدث من جرائم وقتل في كثير من المحافظات العراقية، شارك بالحرب العراقية الإيرانية وكان طرفا مع الجانب الإيراني في قتل العراقيين. عموما هذا الشخص الآن بعد أن ترأس قائمة الفتح أقيم مثل هذا التجمع من أجل طبعا احترام الشهداء وتقديرهم يعني من هذه الأمور، شهداء الميليشيات ليس العراقيين مشاهدينا الكرام، للتنويه فقط وللتذكير. عموما كان ضمن الحضور السفير الإيراني لدى حكومة بغداد إيرج مسجدي، عندما طلب أحد الشعراء أن يقف الجميع احتراما للشهداء خرج ولم يعر اهتماما لهذا الموضوع. دعونا نشاهد فقط في البداية هذا المقطع. من فخامة السيد رئيس الجمهورية ومن حضر معنا، أدعوكم قياما للشهداء، لأن البيت يتضمن قيام، الرجاء القيام، وأنا أصغركم وأعتذر منكم. قم للشهيد، قم للشهيد فقد حباك عراقنا. أنا أرغب من السيد المخرج والزملاء أن يكرروا إعادة هذا المقطع، وأنا أود فقط أن أشير إلى لمن لم يلاحظ. من فخامة السيد رئيس الجمهورية ومن حضر معنا، أدعوكم قياما للشهداء، لأن البيت يتضمن قيام، الرجاء القيام، وأنا أصغركم وأعتذر منكم. أوقفوا إذا سمحتم، أوقفوا. هذا هو إيرج مسجدي كما تلاحظون، عندما طلب مع أنه إيراني وداعم لهذه الميليشيات ومساند لها، إلا أنه أيضا لم يحترم قتل هذه الميليشيات. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام. قم للشهيد، قم للشهيد فقد حباك عراقنا. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا المقطع. محمد يقول ويقول لك ليش الضوج؟ والله ذرة غيرة ما عندهم القاعدين يمه، والله أكبر إهانة للعراق، لأن الإهانة للشهداء هاي إهانة للإنسانية والدين والوطن. في تعليقنا محمد يقول شاهدت السفير الإيراني خرج ورفض قراءة الفاتحة على روح شهداء العراق الأبطال لأن بلده من تسبب في استشهادهم، هكذا يرى. في تعليق آخر صلاح يقول ولازم على أذيال إيران من يروحون لإيران غصبا عنهم يحترمون قتل إيران بأي مناسبة عندهم، وهذا طبعا واقع وليس فقط إيران حتى أمريكا. محمد الشمر يقول هي الحكومة ما معتبر شهداء الحرب العراقية الإيرانية شهداء من الدرجة الأولى، النوبة تريد السفير يقوم، هم منطق. في تعليق آخر إحدى المغردات تقول لأنه يعرف ماكو شهيد يسقط بالعراق إذا مو إيران لها إيد بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي آخر التعليقات لدينا أبو تحسين يقول لو كان هناك دولة ولها سيادة واحترام لاستدعي السفير عن أسباب انسحابه. طبعا لكل له، لكل شخص رأي بهذا الموضوع. الاعتراض هنا على فكرة أن الميليشيات وفرق الموت و قائمة الفتح المتسببة في هلاك كثير من العراقيين يطلق على قتلها شهداء. طبعا هذه النقطة قد يختلف البعض وقد يتفق، هي ليست المربط، ليست النقطة الأساسية، لكن الفكرة بعدم احترام حتى أنصاره، حتى الأذرع الموجودة لدى إيران في العراق لا يحترمون، هذه هي النقطة الجوهرية بهذا الموضوع. وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام، أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.